فكره في ان هم يغيروا تشكيل اللاعبين. ما تلعب يا اخي بالتشكيل اللي انت عايزه، العب بطريقتك المعتاده. احنا اتحرق دمنا في 100 مليون واحد، اتحرق دمه امبارح 100 مليون واحد، انا متاكد ان معظمهم ما عرفش ينام امبارح. الناس كلها بتقابلني النهارده، حتى انا يعني انا عينين تلاقي عينين حمراء وعينين دبلانه، الناس كلها متضايقه من اللي حصل. حرام عليكم اللي حصل، اللي حصل ده كارثه كبيره جدا جدا. صوره زي اللي قدام حضراتكم دي نقول عليها ايه؟ خنجر في قلب كل مصري. بنت صغيره بتعيط عشان منتخب بلدها. حرام عليكم اللي حصل. وفي الاخر كنا بنقول لا، خلينا نساند، خلينا نقف ورا منتخبنا، خلينا نشوف اللي بيعمله منتخبنا ونقف في ظهره، وان شاء الله هيتحسنوا، وان شاء الله هيبقوا كويسين. لكن ان نظهر بهذا المستوى وان نظهر بهذا الشكل المتدني فنيا واخلاقيا بالمناسبه، فنيا واخلاقيا بالمناسبه، يعني يا جماعه فنيا واحنا عارفينه، واخلاقيا كل الناس عارفه ان انت تاخد قرار باستبعاد لاعب وبعديها باقل من 24 ساعه بسبب ضغوطات بعض اللاعبين ووكلاء اللاعبين ترجع اللاعب، انا ما شفتش في حياتي كده. هو انت لما تدي تعليمات للعيبه بعد كده اللعيبه دي هتحترمك ازاي؟ ده في لعيبه موجوده قالت للاعيبه المنتخب، قالوا لهم من الناس القريبين من صلاح، قالوا لهم ما تقلقوش صلاح هيخلص الموضوع بتاع عمرو ورده. يا جماعه احنا عارفين حاجات كتيره جدا اللي حصل خلال، والله اقسم بالله العظيم ان انا كلمت اتنين من اعضاء مجلس اداره الاتحاد وحكيت لهم كل الامور دي، كل اللي انا سمعت، كل اللي انا بقوله لحضراتكم ده كلمت معاه فيهم وقلت لهم مفيش مشكله بالمناسبه ان انت تتمسك باللاعب بتاعك، ولكن يكون عندك قرار من الاول، يا تسنده يا اما تطلعه بره. وطبعا اللي انت تطلعه بره ده الاهم وده الاحسن. وكان النهارده بالمناسبه كان الكابتن عادل طعيمه ضيفي في الوقت ده بتاع الموضوع عمرو ورده، وقال لك لازم يتم استبعاده. خلاص انت استبعدته، بترجعه بعديها بخمس دقائق، خمس دقائق بترجعه. وبعدين الناس متضايقه والناس زعلانه، بس مش مصدومين. احنا كلنا كنا متاكدين ان منتخبنا لن يستطيع ان يكمل هذه البطوله، كلنا كمصري كفنيين عارفين ان منتخبنا